خالد بيعمل فتح حلو. خالد اول مره وبمر الكاس ثاني مره والي حسام حسن وضربه جزاء ضربه جزاء لمصر. شايفين الفرحه على وجوه الجميع. الرئيس السعودي وفضل انه يعلن عن ضربه جزاء. الشيشيني يسدد على المرمى هدف سامي الشيشيني واول اهداف المباراه. خالد مسعد كره مرفوعه جول للسعوديه. حلو يا شباب. فرحنا جدا بالهدف المصري المبكر لاننا نتمنى ان نشاهد مباراه على مستوى عالي مثيره وحماسيه منذ بدايتها. وها نحن نفرح للمنتخب السعودي بهذا التعادل وبهذا الهدف الجميل والحلو والملعوب من المنتخب السعودي. سدد على المرمى لكن حتى الان نادر السيد صاحي في المرمى المصري. علي ماهر باتجاه منطقه الجزاء تسديده حلوه. جول لمصر. حلو يا سلام عليك اسماعيل يوسف. هدف مصري رائع وملعوب. قبل شوي كنت حقول انه الحذر من جديد عاد مرة اخرى يكسر الحذر. هدف جميل وحلو في الدقيقة 25 من الشوط الاول من هذه المباراة. لقد صدق محمود الجوهري عندما قال هناك اهداف وفي الوقت الاصلي للمباراة. ضربة ركنية للسعودية نفذت. جول للسعودية. هدف جميل وحلو رقم 11 سعيد دعويران يسجل الهدف الثاني للسعودية وتتعادل السعودية الآن مع مصر. 2 للسعودية 2 لمصر. الهدف في الدقيقة 28 من الشوط الثاني من المباراة. علي ماهر. أيمن منصور. جول لمصر. الله يا حسام حسن. فرجت أخيرا من على قدم فؤاد حسن حسام حسن وسجل هدف للذكرى. هدف جميل وحلو. شوف علي ماهر بيلعب كرة لأيمن منصور. أيمن منصور وحسام حسن فولي رائع على الطريقة العالمية. هدف جميل ورائع لمصر. 3 أهداف لمصر، هدفين للسعودية. هدف جميل وحلو ورائع لمصر.